لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم. فقال لكم منه شراب أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه ولم يجعله ملحا أجاجا. هذه الآية تكررت في مواطن كثيرة من القرآن تذكير الناس بتيسير البحر الماء العذب الذي ينزل من السماء. والماء العذب عموما ماء الأنهار وماء العيون والماء الذي يجمع من مطر السماء كله نازل من السماء. ومطر الأرض مالح، ماء الأرض مالح، ماء البحار التي في الأرض مالحة. ولو تأمل الإنسان في هذه الآية التي ذكرت مرات عديدة، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وذكر هنا أولا نزول الماء من السماء وإنبات النبات به والشرب ورعي الأغنام، فحياة الحيوان والنبات بهذا الماء العذب. ثم ذكر وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها بعد عدة آيات. فهو امتن علينا بأنواع المياه. كما نقول إذا تفكر الإنسان في نسبة الملح في هذا الماء وفي ذاك، ومن الذي جعلها كذلك، ومن الذي جعلها متوافقة مع حياة الإنسان والنبات، الإنسان والحيوان والنبات. فسبحان الله، الماء المالح لا يتوافق مع الإنسان ولا الحيوان، ولو شربه لا فقد التوازن داخل جسمه، فقد التوازن بين أملاح الصوديوم وغيره والبوتاسيوم وغيره داخل الجسم، يؤدي إلى اضطراب هائل لا يحصل معه ري على الإطلاق. يعني ليس فقط إنه هو مش هيسد العطش، ده ممكن يزوده، ثم يؤدي إلى خلل في
الأملاح داخل الجسم يؤدي إلى اضطراب الحياة، لا تستقيم معه الحياة. شعور الإنسان بالعطش أصلا مبني على درجة يعني الملوحة في الدم، درجة أملاح الدم في مركز في مخ الإنسان. إذا زادت الأملاح في الدم يشعر الإنسان بالعطش ليدخل الماء العذب لكي تخف درجة ملوحة الدم. وسبحان الله هو أسرع الأشياء امتصاصا من الجهاز الهضمي، يمتص مباشرة من المعدة ومن أجزاء الابتداء من الفم غشاء المخاطي وفضلا عن الأمعاء. سرعان ما يشعر الإنسان بمجرد الشرب بالري لتغير حال حموضة حل، أيضا أنه تعلق بالحموضة والقلوية في الدم إضافة إلى الأملاح. فهذا الأمر فعلا أمر عجيب ليس بأيدينا. والملح ده موجود في ماء المطر بس نسبة ضئيلة جدا، وأعذب مياه هي مياه المطر، أفضل من المياه المحلاة اللي بتقلل نسبة الأملاح جدا. الاحتياج إلى من قدر من الأملاح التي توجد في ماء المطر وفي مياه الأنهار. مياه الأنهار هي من مياه المطر، ومياه الينابيع والعيون هي من مياه المطر بنص القرآن، وكما قال عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. فهذه الأشياء العجيبة، كل الماء الذي نشربه نازل من السماء، نازل من العلو كما ذكر. والماء المالح يقتل الزرع، ماء البحر لا يمكن أن يستقيم، لا بعض أنواع قليلة جدا من النباتات لا يحصل بها طعام الإنسان. هنلاقي شجر نامي في البحر صحيح، قليل جدا اللي بيه ما ينفعش يتاكل، هتلاقي نباتات كده لا أثر لها، لا يعني لا يحصل بها قوت للإنسان. يمكن بعض أنواع النخل يعيش على الماء المخلوط ما بين الماء العذب والماء المالح، تلاقوا في الأماكن القريبة من البحر النخل ممكن ينبت على إيه؟ على ماء خليط، الماء المياه الجوفية اللي فيها نسبة ملوحة عالية. لكن الأغلب في أقوات الناس لابد من الماء الذي ينزل من السماء، الماء ماء الأنهار أو العيون والأبار أو الماء السماء ماء السماء المباشر. وهذه الدورة ليست بأيدي الناس، وإن كان أصلا جريان الأنهار بيخلي أهل الأنهار أقل تعلقا وأبعد شهودا عن هذه الآية، لأنهم شايفين النهر بيجري بقاله آلاف السنين. لكن الناس لما تعرف ان النهر ده سبب نزول الامطار وان الامطار ممكن تقل جدا، خصوصا اهل مصر بقى النيل بتاعهم نيل ايه؟ مبارك، فما بيوقفش على الدوام سبحان الله. ولكن اللي عايشين في الصحارى والبلاد التي تتوقف على الحياه فيها على ماء المطر اشد شهودا لهذه الايه. وينبغي نحن أن نشهد هذا المعنى، إن الأمطار التي تنزل في أواسط أفريقيا على البحيرات طول العام، البحيرات اللي هي منابع النيل، والجزء الآخر النيل الأزرق أمطار موسمية كميات هائلة، بل هي الأكثر الموسمية هي الأكثر التي يحصل بها الفيضان. نستحضر هذا المعنى، أن الله الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب نشرب منه ومنه شجر فيه تسيمون، يعني أخرج به راعي الأنعام. قال عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الواحد يقعد يفكر كده، المية دي نزلت إمتى من السماء؟ دي مية معدنية دي؟
ولا من الحنفية؟ ها؟ فلتر. طب نزلت في انه تاريخ؟ خصوصا بعد بقى السد العالي. حبة الماء دول الله اعلم نزلوا من السماء امتى. مش كده؟ لان هم قعدوا في بحيرة ناصر الله اعلم 15 20 سنة على بال ما اتفتحت البوابات وايه؟ وعدت شوية المية دي. لو كانت مياه معدنية بقى نقول نفكر كده قد ايه بقالها قد ايه يمكن نزلت من الاف السنين. مئات السنين على بال ما سلكت ينابيع في الايه؟ في الارض وفضلت موجودة لحد ما ايه الناس ايه؟ حفرت العين دي وطلعت المية اللي فيها وهي من سنوات طويلة جدا. الخزان الجوفي اللي موجود ده خزان من ربما يكون مئات السنين وبعضها متسرب من ايه؟ من مياه النيل. حتت كتيرة جدا المياه الجوفية فيها بقالها الاف السنين لما كانت المنطقة مطيرة. المنطقة دي كلها كانت في وقت من الاوقات مطيرة كلها، ثم تغير المناخ بقدرة الله عز وجل تحولت الى منطقة زي البترول اللي في الجزيرة العربية واللي في البحر المتوسط، الغاز الطبيعي. الحاجات دي دليل على ان كان في ايه؟ حياة، مواد حية كانت في هذا المكان. الغاز الطبيعي ممكن يكون حيوانات بحرية. الارض الصحراوية دي كانت غابات وايه؟ وحياة حيوانية عالية جدا اتردمت وبقت ايه؟ وبقت بترول، لان المواد التركيبة الهيدروكربونية دي بتاعت الحياة مش بتاعت يعني البنزين ده وكل منتجات البترول. تركيبة الجزيئات هي تركيبة الكائنات الحية. سبحان الله الحاجات دي متخزنة بقى لها قد ايه؟ لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الشجر ده ما ينبتش الا مع المية اللي فيها نسبة ملوحة ضئيلة جدا. لو نسبة الملوحة دي زادت صارت وجاجا لن نشرب نحن. زي بالظبط لو تشرب مية مالحة ما تقدرش. لا يحصل لك ري ولا يحصل لك منافع الماء. ها؟ زمزم دي عجيبة بس هي نسبة ملوحة زيادة شوية، هي الوحيدة اللي هي فيها بس برضو مياه عذبة. ها؟ سبحان الله. يا هذا يعني عذبة نزلت من السماء برضو لكن يعلم الله من أين منذ متى. على نصيبه. الحمد لله. ها؟ لا احنا عندنا الصحراء الغربية دي عامتها مياه جوفية. الواحات دي الحتت اللي هي وطيت فاصبح المية قريبة انها توصل، او بعضها في سيوة من كتر انخفاضها المية نبع كده لوحدها. الواحات الخارجة والداخلة كانت زمان لما كان الخزان الجوفي ده مليان كانت المية بتطلع سريحة كده من غير آلات، مش محتاجين يحفروا بير، هي طالعة لوحدها كده. سيوة دي انا شفت فيها فعلا المية لغاية النهاردة بتطلع ايه لوحدها وتبقى جارية كده من غير آلات. يعني منه شجر فيه تسيمون، أيوة أخرج لكم به شجرا ترعون به أنعامكم، كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة. وابن زيد في قول فيه تسيمون قال ترعون. برضو الكائنات الحية محتاجة أغذية من نوع معين بنسب محددة جدا في الأملاح بتاعتها وإلا اختل حياتها. احنا عندنا حركة البوتاسيوم والصوديوم دي حركة دؤوبة جدا متقنة جدا. لو البوتاسيوم ده نقص والصوديوم عالي يعني تحصل كوارث لجسم الانسان. وطبعا مرتبط بالكربونات اللي بتخلي الدم قلوي او نقصها بيخليه حامضي. حامضي ده لو ما تلحقش خلال ساعات المخ يبوظ.
سبحان الله حاجات عجيبة جدا. والصوديوم مرتبط بالكربونات بحيث انها لو الصوديوم ده زاد الكربونات دي هتزيد وهيحصل قلوية في الدم ويترتب على ذلك خلل كبير جدا. ولو حصل نقص الكربونات تنقص الدم يبقى فيه حموضة المخ يتدمر برضه. احنا ماشيين على انت عارفين لو واحد ماشي على حبل ما يعني اي خلل كده يقع على جبل شاهق. حياتنا كده حياتنا ماشية على حبل لو نزل سنة ملي جرامات لا ميكرو جرامات هنا ولا زاد الناحية التانية احنا حياتنا تنتهي. فسبحان الله. والنبات كذلك والحيوان كذلك كلها متزبطة بطريقة لا يحتمل غيرها. ممكن تفرق حاجات بسيطة جدا في بعض الأشياء يعني حاجات تحتمل نسبة عالية من الملوحة زي الأسماك مثلا بتحتمل إيه نسبة ملوحة عالية في مياه البحر خلقتها كده وهي اللي بتتصرف بقى في إيه يعني ربنا جعلها في أجسادها ما يخفف آثار الملوحة دي. لذلك أنت بتاكل اللحم الطري إيه بتلاقوش مالح صح كده بتاع السمك البحري تلاقي طعمه زي طعم السمك انت في فرق يعني بس المهم ان هو ما هوش مثلا نسبة ملح جامدة جدا. هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. قال ومنه الإبل السائمة السوم الراعي. وروى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس. أخرجه ابن ماجة قال إسناده ضعيف. هو الأفضل أنه يبدأ السوم والراعي بعد الشروق لأن هذا هو وقت البكور وقبل الشروق الأفضل أن يكون إيه وقت ذكر والله أعلم. لكن على أي الأحوال لا يحرم ولا ينهى عنه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها. لما الواحد يفكر برضو في كل واحدة منهم إن كل شجرة تحمل صفات معينة موجودة في البذرة بتاعتها وموجودة في خلاياها كلها بحيث إنها تنبت الشجرة ثمرة تنبت الشجرة ثمرة محددة الأوصاف. الكروموزومات برضو موجودة جوه الخلية تحمل هذه الجينات التي تعطي الصفة للنبات الذي ينشأ وكل ذلك بماء واحد وتراب واحد والمادة اللي بتصنع الكلام ده جوه النبات. وهذا النبات يعقل قطعا لا يعقل مع إحكام تام وتناسب يصلح للإنسان والحيوان إحكام تام. كل الخلايا دي منضبطة انضباطا لا يمكن أن يعني تقبل غيره. لو حصل خلل في أي حاجة جرب كده زرع اسقيه ماء البحر لازم حيموت. الخلايا اللي جوه دي خلايا منضبطة تمام الانضباط عشان تخرج الثمرة الحلوة أو الحامضية أو يعني المرة على حسب ما قدر الله في أوصافها قبل أن تنبت الثمرة. ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله. التفكر في هذا المعنى يعجز الإنسان يشعره بالعجز لكمال الصنعة الإتقان التام التناسب مع باقي الكائنات الموجودة. يعني الحيوان اللي يناسبه هو النباتات دي مش النباتات
الأخرى وفي كل بيئة النباتات الحيوانات تأكل النباتات الموجودة وتعرف إذا كان في نباتات سامة. ما تلاقيش البقر لو جبت له بانجو مش هياخد البانجو ولا الحشيش اللي هو الكنابس، يعني مش الحشيش اللي هو الحشيش العادي. السلام عليكم. النباتات دي بالنسبة لهم نباتات ايه؟ مليئة بالسموم، واحنا بنسميها كده السموم، فترفض ان ترعاها، ترفض ان تأكلها. سبحان الله رب العالمين، لغاية ما البشر هم اللي يجوا يدمروا عقولهم وابدانهم بيها. كما قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. كنت ماسك بتنجانة كده كلت منها حتة امبارح قطعتها، نلاقي المقطوعة تنشف الحتة دي والقشر بتاعها يعمل لها ايه؟ صيانة بالغة. طول ما القشر موجودة الثمرة ايه؟ محفوظة. هي طلعت القشرة دي ازاي؟ المواد اللي جوه دي، المواد دي ده اصل المادة الغذائية، والقشرة رغم ان فيها مواد كتيرة فيها حديد كمية بالغة يعني القشرة دي، ومع ذلك هي وقاية جدا للايه؟ للمادة اللي جوه، للثمرة اللي جوه. تقطع القشرة تلاقي البتاع الثمرة دي ايه؟ تبوظ بعد شوية صغيرين، اقل بكتير من انها لو القشرة موجودة. حتى ظهور القشر ده على النباتات على الثمار بالطريقة دي انضباط عجيب جدا. النبات ده يفكر جزما ما عندوش اصلا مخ ولا حاجة. ايات في زي الشمس، زي الشمس في قدرة الله عز وجل وعظمته ووحدانيته وانه الخالق لهذه الاشياء. تبا للملحدين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. بعد ما ذكر سبحانه وتعالى الآيات الأرضية يذكر آيات السماوية، ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر يدوران والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نورا وضياء للمهتدين للمهتدين بها في الظلمات وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منها. بل هذه الأجرام تسير بدقة متناهية بأقل من الثواني مع حجم الأجرام الهائلة، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره، كقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا كأنه يجري وراءه يسير وراءه. لو حد من فوق خالص يبص بقى على تعاقب الليل والنهار على الأرض الاتنين بيجروا وراء بعض، الاتنين بيجروا وراء بعض. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هنا النجوم اللي في الأعراف اللي هو جايبها استشهادا، والنجوم هي اللي في الناحية هنا هو ذكر آية الأعراف يقول كقوله عشان يستدل ان الآية دي تشبه هذه الآية التي في النحل. ولهذا قال أي ها هنا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في المواطن المختلفة ذكر آية إلا في آية السماء، يعني في الآيات المختلفة قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في الأرض ذكر نزول
الماء والنبات وكده. قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فين؟ أو هما موضعين، هما موضعين النحل، لكن آيات السماء دائما كثيرة جدا. ولذلك التفكر في السماوات، قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. لا لا يسمعون قبلها. يسمعون قبلها. أسمع. أنا كان على آية الأنعام قال فيها لآية لقوم يعقلون. يسمعون دي أول أو أول المجموعة دي اللي هي إيه نزول السماء. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ليه؟ لأن هو نزول القرآن ذكر قبلها. وآيته أن القرآن يعني السماع، لأن القرآن تحيا به القلوب كما تحيا الأرض بالنبات. وهنا ذكر تتخذون سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، مرتبطة بالسكر الذي يفقد الإيه؟ العقل. الذي أول مرة أسمع الكلمة. ربنا يحفظك. ثم ذكر سبحانه وتعالى آية النحل وقال فيها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ختام المجموع ده كله إن في ذلك لآية، اللي هي بعد ذكر الطير مش كده، بعد ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء إن في ذلك لا ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. دي والموضع بتاع آيات السماء، إن السماء فيها آيات كثيرة جدا والله أعلم. أنا برضو بعد ما شفت بعد ما ظهر لهم في الأرض مختلفة ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وحد أيضا إلا آيات السماء ومجموع الآيات الأخرى، خاتمة الآيات اللي فيها الآيات الأخرى. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. وقول وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، لما نبه تعالى على معالم السماوات نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون يتذكرون آلاء الله ونعمه فيشكرونها. هي سورة النعم، آيات كثيرة كلها مرتبطة بالنعم، ولذلك جعل النعم أدلة على وحدانيته، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تكون هكذا بغير مدبر وبغير خالق وبغير رازق للعباد جعلها نعما لهم. وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج ويمتن على عباده بتدليله لهم. وطبعا ابن جرير جعل البحر ايه كل نهر ملحا كان ماؤه او ايه او عذبا، يجعل الاثنين. هو ابن كثير لانه ذكر الماء العذب، ايات الماء العذب قبل ذلك، جعل هذا المتلاطم الامواج اللي هو ايه المالح، ولان هو استخراج الحليه غالبا من الماء الايه المالح. هو في حليه نادره لآلئ نادره جدا من الماء الايه العذب، لكن هذا ليس معلوما عند الأكثر. قال ويمتن على عباده بتدليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه وجعل السمك والحيتان فيه، وجعله السمك والحيتان فيه
وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام، وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة، وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها، وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقه، وقيل تمخر الرياح، وكلاهما صحيح، وقيل تمخره بجؤجؤها وهو صدرها المسنم اللي معمول كده. لازم المركب تبقى ايه؟ تبقى بوزها يعني مثلث كده، والطيارة كده ايضا لابد لها من ايه؟ من صدر المدبب عشان تمخر الريح. وهو الذي ارشد العباد الى صنعتها، وهداهم الى ذلك ارثا عن ابيهم نوح عليه السلام، فانه اول من ركب السفن، وله كان تعليم صنعتها، ثم اخذها الناس عنه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، يسيرون من قطر الى قطر، ومن بلد الى بلد، ومن اقليم الى اقليم، تجلب ما هنا الى هنالك، وما هنالك الى هنا. ولهذا قال تعالى: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، اي نعمه واحسانه. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.